مع بدء فصل الشتاء الذي تهطل فيه الأمطار الغزيرة تصبح القيادة في الطرق أكثر خطراً، لذا لا بد من مراعاة عدة أمور لقيادة آمنة: التأكد من سلامة مساحات الزجاج الأمامي للسيارة وتغييرها بشكل دوري، الإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين، التأكد من تشغيل المصابيح الأمامية حتى في وضح النهار، المحافظة على مسافة الأمان، القيادة بهدوء وحذر تحسباً لأي ظرف طارئ، التأكد من سلامة الإطارات للحد من التعرض للانزلاقات. ولتوضيح ذلك، بعد هطول الأمطار الغزيرة يختلط الماء مع الزيوت والأتربة الموجودة على سطح الطريق فتتشكل الانزلاقات، وعند ارتفاع طبقة الزيوت والأتربة إلى أعلى سطح الماء تدور عجلات السيارة ليس فوق طبقة الماء الزلقة وحسب، بل فوق الطبقة الأكثر تسبباً للانزلاق والمكونة من الزيوت والأتربة. وعند الضغط على الكوابح بشكل مفاجئ فإن العجلات سوف توقف دورانها، إلا أنها للأسف سوف تنزلق على سطح الطريق. وهنا يأتي دور الفرزات السليمة الخاصة بسطح الإطار التي تقوم بنقل الماء من أسفل الإطار إلى سطح الطريق حتى يمسك الإطار بسطح الأرض. وإن كانت الإطارات الخاصة بسيارتك متآكلة فإن الماء سوف يبقى أسفل الإطار وبالتالي يشكل احتمالية كبيرة لانزلاق السيارة. تجنب الطرق المغمورة بالمياه رغم أنه قد يكون صعباً كما نشاهده في الفيديو. نتمنى لكم قيادة آمنة شتاءً وصيفاً.